بداية السلام عليكم جمهور كربلاء، شعراء كربلاء، شكرا لأصحاب الدعوة، شكرا لهذا الوفاء لشهداء تشرين وشهداء العراق بصورة عامة. فعل لسانهم بعض القصائد التي ستقرأ كتبت في تشرين. ما عندي أي تجربة وياك تبدي بضحك، بس حزنك يونس، وانت الصياح اللي يجي براس الابن هنكتل، ما تستلذ بالبكي وتقرر تهوس. ما عندي أي تجربة، ما عندي أي تجربة وياك تبدي بضحك، بس حزنك يونس، وانت الصياح اللي يجي براس الابن هنكتل، ما تستلذ بالبكي وتقرر تهوس. خايف أقول لك عرس وتخلف لنا ولد بقماطة يستشهد، خايف أقول لك عرس وتخلف لنا ولد بقماطة يستشهد، وخايف على الخارطة يخلص مكان الدفن والجثث تستبرد. يا الفوضويتك نعي ما باكي متعمد، يا الفوضويتك نعي ما باكي متعمد، تلغيني بالفاصلة وارجع كتابة تنقش على الخرزة والمحبس، واصل قياش الوجع وتريدنا تنفس. شن هالعلاقة صدق قلادة الجند الشرد تتعلق بنورس، لو حاسب سفر ما خلي جثت وياك، لو حاسب سفر ما خلي جثت وياك، ويومية على ضحكة أم متنازل، جري أكثر من اللي يكسر بإيد الجام، وبري أكثر من اللي بالسجن ما كاتل. تشعل بي ثورة، تشعل بي ثورة ويطفى وجه الناس، وظل احترق والدخان متفائل، ولقيتك سعر دفنش نزلت خسران، وبعدك بي لقيتك سعر دفنه اش نزلت خسران، وبعدك بي حتى جنازة ما قابل، وبرقبتك ذمة وقلادة وقلق وعدام، وبوسنها مثل يومية العامل، وانت تبوس نسقط فرض وتروح جنك مثل ضحكة بوجهي لي جامل، اول لو حضنت بدفتر الشطار، اول لو حضنت بدفتر الشطار، وي المدرسة شقد كنت مزاعل، اطلعك قلت لي ذا عاقل صرت للبيت، وطلعت جنازة منك من صرت عاقل، اطلعك قلت لي ذا عاقل صرت للبيت، وطلعت جنازة منك من صرت عاقل تأشر عالسمة، وتقل لي يمتى تطير وتفقد صيد شفتك بالظهر شايل، تأشر عالسمة وتقل لي يمتى تطير وتفقد صيد شفتك بالظهر شايل، النسر اللي بوجه بيرية الجند انصاد، شلون اقنع وجنح وياك ما كامل، احسك منتحل شخصية الكاروك بس مبيوع للعاجر، احسك منتحل شخصية الكاروك بس مبيوع للعاجر، وتخيلك قصيدة وحابها الجمهور والقاريها مو شاعر، ركود الماي حركته وكسرت القمر والخاطر، اخلي الخارطة قبالي واشر لك هنا واقف وتمسحني وترسم جلطة المهاجر. سلامتك.